في اليوم اخترت مجموعة من أفكاركم الذكية وراح أجربها معكم اليوم. كثير أشوف لكم تعليقات تكتبوا فيها أفكار مرة ذكية وأحياناً غريبة، فحبيت أجرب مجموعة من أفكاركم بفيديو اليوم. اكتبوا لي بالتعليقات إذا حبيتوا هذه الفكرة وحابين أسويها سلسلة. بس أخليكم مع الفيديو. أول فكرة اقترحتوا علي أسويها إني أسوي طبخات من الأنمي أو أفلام الكرتون. الطبخة اللي راح أسويها هي نودلز من هذا الأنمي، اكتبوا لي بالتعليقات لو عارفين اسمه. أول حاجة جبت هذا النودلز بنكهة الكاري، حطيتها بصحن وحطيت عليها موية حارة وغطيتها، خليتها تقريبا مدة دقيقتين. بعدين حطيت عليها البهارات اللي كانت مع النودلز. والحين راح أجهز المكونات اللي كانت فوق النودلز، اللي هي بيض مسلوق وبصل أخضر ومرتديلا. المرتديلا قطعتها بهذا الشكل علشان يجي شكلها زي اللي في الأنمي. وآخر شيء وزعت المكونات بنفس الطريقة اللي كانت في الفيديو. استمتعت مرة وأنا أسوي هذه التجربة، وكمان حسيت النتيجة النهائية مرة حلوة، طعمها لذيذ والبصل الأخضر أعطاها نكهة حلوة، والمرتديلا كمان طعمها مرة لذيذ. أكثر شيء ما حبيته مع النودلز هو البيض المسلوق. ثاني فكرة راح أسويها، شفت هذا التعليق وحسيت إنه الفكرة جدا ذكية، إنه أحاول أسوي بطريقة سكب ألوان الأكريليك، آخر صورة اللي دايما أحطها بفيديوهاتي. الفكرة مرة ذكية بس أحس تنفيذها صعب، لأنه بسكب الألوان دايما النتيجة النهائية تجي عشوائية. أول حاجة جهزت اللوحة اللي راح أسكب عليها، وراح تكون اللوحة خشب، وكمان جهزت الألوان اللي حسيتها موجودة بالصورة، سكبتها بأكواب صغيرة وحطيت مع بعض الألوان موية وخلطتها علشان أخفف قوامها. أما في بعض الألوان حسيتها كانت سائلة فما تحتاج موية زي اللون الفضي. لو لاحظت بالصورة بالجهة اليمين واليسار في تدرجات ألوان زي اللون الوردي والأخضر والموف، أما بالنص لو لاحظتوا ما في تدرجات ألوان كثير، علشان كذا جبت كوب أكبر وراح أسكب فيها الألوان اللي موجودة بجهة اليمين اللي هي الوردي والأخضر والموف، وراح أكررها أكثر من مرة. وعلشان أسوي الجزء اللي بالنص حطيت لون موف ولون فضي وكررتهم أكثر من مرة. الجزء اليسار كان فيه تدرجات ألوان زي الجزء اليمين، بس حسيت الطبقات كانت أقل. قلبت الكوب على الخشبة وحركت بهذه الطريقة علشان أبغى الألوان تتوزع كويس. حسيت انه تدرجات الالوان ما كانت مرة، علشان كذا جبت مصاص وبديت انفخ بالجهات اللي ابغى يصير فيها تدرجات. وهذه النتيجة النهائية بعد ما نشفت اللوحة. صح ان النتيجة ما جت زي الصورة بالضبط، بس حسيت انه في شبه منها. قولوا لي رايكم بالتعليقات. ثالث فكرة اقترحتوها انه اسوي طبخات بادوات باربي. عندي هذا المطبخ الصغير اشتريته من فترة طويلة ونزلت لكم قبل فيه فيديوهات، اذا ما شفتوها راح احط لكم الرابط بصندوق الوصف. قررت أسوي معاكم كوكيز. أول شي بديت أجهز الأغراض اللي راح أستخدمها. أول حاجة حطيت بالصحن زبدة وسكر بني، وثالث حاجة حطيت دقيق، وآخر شي حطيت شوية بيكنج بودر وخلطت المكونات مع بعض. حسيت أن كمية الدقيق والسكر البني قليلة علشان كذا كثرتها. وبعدين استخدمت شوكليت سبرينكلز لأنه حسيت شكلها يشبه للشوكليت شيبس. اخترت المقلاة اللي حجمها وسط ودهنتها بالزيت وحطيت فيها خليط الكوكيز. طبعا ما ننسى نحط الصحون الوسخة بالمغسلة. سويت لي فرن صغير والمفروض أحط الشمعة بالفرن
والجهة اللي فوق راح تحتر وبعدين احط عليها المقلاة. بس للأسف باب الفرن حقي طلع أصغر من الشمعة فما رضت تدخل، فقررت أسوي الكوكيز على الشمعة بهذه الطريقة. بعد ما استوى الكوكيز حبيت أحط عليه آيس كريم. الكوكيز كان قاسي شوي، أتوقع خليته يطول وهو يطبخ، وبصراحة طعمه كان لذيذ رغم إنه كمية المكونات ما كانت دقيقة. آخر تجربة راح أسويها هي كيكة على شكل يد. أول حاجة راح أستخدم خليط الكيك الجاهز، وما راح أحط معاه بيض لأنه ما أبغى الكيكة تجي متماسكة، بس حطيت عليه حليب. خلطت كويس، بعدين حطيت الخليط بصينية ودخلتها الميكروويف لمدة 4 دقايق. وبعد ما بردت الكيكة فتتها وحطيت عليها بس شوية حليب علشان لما أعجنها تجي معايا متماسكة. وبعدين جبت قفاز ونظفته كويس من جوا، ضروري تنظف القفاز، ووزعت فيه خليط الكيك. بعد ما وزعت خليط الكيك كويس بالقفاز راح اقطع القفاز واشيله. شكل اليد ما كان مرة ضابط علشان كذا رجعت عدلتها بيدي. ودخلت الكيك الفريزر يبرد لمدة 3 ساعات، وبعد ما طلعته دهنته بالنوتيلا. بعدين فردت عجينة سكر بلون البشرة. هذه العجينة كانت الباقي من العجينة اللي استخدمتها في كيكة بندريتا. إذا ما شفت الفيديو راح أحط لكم الرابط في صندوق الوصف. بعدين حطيتها على الكيكة وفردتها كويس وقطعت الزايد من العجينة. بيدي راح أقطع الأطراف بهذه الطريقة علشان أدمجها مع الكيكة. وبنفس عجينة السكر سويت على شكل الأظافر ولصقتها على كل الأصابع. وبعود راح أسوي تفاصيل الخطوط اللي باليد. كاكاو راح أظلل اليد خصوصا المفاصل. فعلشان أسوي المناكير استخدمت لون طعام بودرة، هذا اللون له لمعة، وحطيت معاه شراب الذرة. ما عجبتني نتيجة اللون علشان كذا قررت أغمق اللون. حبيت أنقش اليد، أول حاجة ذوبت شوكليت وبدأت أرسم فيه، بس حسيت إنه اللون فاتح مرة فقررت أستخدم لون طعام أسود. بصراحة هذا النقش استوحيته من فيديو شفته باليوتيوب، إذا لقيت لكم الفيديو راح أحط لكم الرابط في صندوق الوصف.
صح النتيجة شكلها مو مرة حقيقي، بس بصراحة مرة حبيتها. قولوا لي إيش رأيكم؟ مرة استمتعت بفيديو اليوم وأنا أجرب أفكاركم. إذا عندكم أي أفكار ذكية اكتبوها لي بالتعليقات على أي فيديو. بس هاي نهاية الفيديو، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك واكتبوا لي اقتراحاتكم للفيديوهات الجاية. باي.